سياق رمضان هي الملتزمة التي تدرج في سياق برنامج أنشطة الجمعية، وهي بمناسبة جمعية شبابية تهتم بشؤون وقضايا الطفل في مدينة أصدغان وفي منطقته بصفة عامة. وبالتالي فتشكراتنا الحاضرة لكم جميعا على تلبيتكم الدعوة وحضوركم معنا. إذا فهذا الحفل الرمضاني التالي كما ذكرت يندرج في إطار برنامج أنشطة الجمعية، ويتضمن مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة من إبداع أطفال وشباب مدينة أصدغان، سنترككم لاكتشافها بعد حين. والآن أحيل الكلمة إلى المنشطة المقتدرة شيماء الفاطمي من أجل إلقاء كلمة افتتاحية بالمناسبة، فتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أشرف المخلوقين سيدنا محمد الأمين. أما بعد، إخواني أخواتي الحضور الكرام، يعجز اللسان عن شكركم لتشرفنا بحضوركم، نورتوا المكان والزمان بوجودكم، نشكركم عوض الشكر. ومن لم يشكر الناس لم يشكرنا. من بين النفحات الروحانية من أواخر هذا الشهر الفضيل الذي ذكر في التنزيل، والذي أشرف على الرحيل وكأنه عابر سبيل، فطوبى لمن صام الصوم الجميل. نرحب بكم أيها الفضلاء إلى أمسيتنا المتواضعة هذه بفقراتها المتنوعة، والتي نتمنى صادقين أن تنال إعجابكم وحتى رضاكم، فبكم نفرح ونسعد. وسادتي اهلا وسهلا بكم جميعا، حليتم اهلا ووطئتم سهلا، ومرحبا بكم في حضن جمعيتنا في هذه الامسيه الرمضانيه العائليه في هذا الحفل المميز الذي يجمعنا جميعا، وهدفنا الاسمى منه هو ربط العلاقات بين اطفالنا وعائلتهم وبيننا نحن وعائلات أطفالنا. ومن دواعي تنظيمنا لهذا الحفل المتواضع هو اختتام الأنشطة التربوية والتعليمية والتنموية التي قامت بها الجمعية منذ تاريخ تأسيسها إلى غاية يومنا هذا، كاختتام للدورة الأولى. أمل منا أن يكون لنا لقاء في دورة أخرى إن شاء الله، وأشرف مبروكة وعيد مبارك سعيد مسبقا. شكرا. سيكو يا الإنسان.
Oh, my God.
ولا كده حياتي يا عين ما تدي زي الدم وبحيل شطرين والباقي كله عدم تجمو على اسبوعي يجبوها جنيه الجاري شكرا سخن من جسوا كذا سرور سكال الجنة سكال العباد سكال ما مش لك يمون بين المولد كلا بعد يخطق ثاني كان اوفا 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 شو جابك يا حينا يا حبيبي شو